سوف نقوم الآن بشرح شاشة الإقفال. الخطوة الأولى من عملية الإقفال السنوي، أولا أن نقوم بفتح سنة جديدة. السنة الجديدة هي 2013، ثم نقوم بعملية تم فتح السنة الجديدة. الآن ننتقل إلى الخطوة الأولى من عملية الإقفال، نقل أرصدة المخازن. نلاحظ معنا مجموعة من الخيارات: أدخلت كميات الجرد وتمت المعالجة بأوامر توريد وصرف، أدخلت كميات الجرد ولم تتم أي معالجة، كميات الجرد لم تدخل. يفضل في مثل هذه الحالة أن يتم عمل الخيار الأول، أي أن عمليات الجرد قد تمت وأن الزيادة والنقص قد تمت معالجتها إما بأوامر التوريد في حالة الزيادة في المخزون أو أوامر صرف في حالة النقص في المخزون. إذن نقل أدخلت كمية الجلد وتمت المعالجة بأوامر توريد وصرف. حفظ، تم الإقفال المخزني. الآن ننتقل للخطوة الأولى التالية، إقفال أرباح وخسائر. سوف نقوم الآن بعملية إقفال أرباح وخسائر، بمعنى تحديد الفارق بين الإيرادات والمصروفات، لأن الربح هو عبارة عن الإيرادات ناقصا المصروفات يساوي صافي الربح أو صافي الخسارة. نقوم في هذا الحقل بإضافة حساب الأرباح والخسائر الموجود في الدليل المحاسبي. فإذا ما عدنا إلى الدليل المحاسبي وقمنا بالبحث عن حساب الأرباح والخسائر ثم نقوم بتحديد حساب الأرباح والخسائر، هذا الحساب الأرباح والخسائر نقوم بكتابة هذا رقم الحساب وإدخانه في تلك الخانة الخاصة بإقفال حساب الأرباح والخسائر. الآن نقوم بعملية الإقفال، إقفال حسابات الأرباح والخسائر، ثم نقوم بعملية تم إقفال حساب الأرباح والخسائر. الآن نقوم بآخر خطوة من خطوات الإقفالات وإقفال الحسابات، بمعنى نقل الأرصدة الختامية في سنة 2012 كأرصدة افتتاحية في سنة 2013. موافق؟ نكون بهذا قد قمنا بعملية الإقفال السنوي. لكن يفضل قبل عملية الإقفال السنوي أن يتم أولا ترحيل جميع العمليات والتأكد من ترحيلها، ثانيا أن يتم طباعة ميزان مراجعة وقائمة الأرباح والخسائر والميزانية العمومية من أجل أن تتم مطابقتها بعد عملية الإقفال السنوي. شكرا. سوف نقوم الآن بشرح شاشة الإقفال. الخطوة الأولى من عملية الإقفال السنوي، أولا أن نقوم بفتح سنة جديدة. السنة الجديدة هي 2013، ثم نقوم بعملية تم فتح السنة الجديدة. الآن ننتقل إلى الخطوة الأولى من عملية الإقفال، نقل أرصدة المخازن. نلاحظ معنا مجموعة من الخيارات: أدخلت كميات الجرد وتمت المعالجة بأوامر توريد وصرف، أدخلت كميات الجرد ولم تتم أي معالجة، كميات الجرد لم تدخل. يفضل في مثل هذه الحالة أن يتم عمل الخيار الأول، أي أن عمليات الجرد قد تمت وأن الزيادة والنقص قد تمت معالجتها إما بأوامر التوريد في حالة الزيادة في المخزون أو أوامر صرف في حالة النقص في المخزون. إذن نقل أدخلت كمية الجرد وتمت المعالجة بأوامر توريد وصرف. حفظ، تم الإقفال المخزني. الآن ننتقل للخطوة الأولى التالية، إقفال أرباح وخسائر. سوف نقوم الآن بعملية إقفال أرباح وخسائر، بمعنى تحديد الفارق بين الإيرادات والمصروفات، لأن الربح هو عبارة عن الإيرادات ناقصا المصروفات يساوي صافي الربح أو صافي الخسارة. نقوم في هذا الحقل بإضافة حساب الأرباح والخسائر الموجود في الدليل المحاسبي. فإذا ما عدنا إلى الدليل المحاسبي وقمنا بالبحث عن حساب الأرباح والخسائر ثم نقوم بتحديد حساب الأرباح والخسائر،
هذا الحساب الأرباح والخسائر. نقوم بكتابة هذا رقم الحساب وإدخاله في تلك الخانة الخاصة بإقفال حساب الأرباح والخسائر. الآن نقوم بعملية الإقفال، إقفال حسابات الأرباح والخسائر، ثم نقوم بعملية تم إقفال حساب الأرباح والخسائر. الآن نقوم بآخر خطوة من خطوات الإقفالات وإقفال الحسابات، بمعنى نقل الأرصدة الختامية في سنة 2012 كأرصدة افتتاحية في سنة 2013. موافق؟ نكون بهذا قد قمنا بعمليات الإقفال السنوي، لكن يفضل قبل عملية الإقفال السنوي أن يتم أولا ترحيل جميع العمليات والتأكد من ترحيلها، ثانيا أن يتم طباعة ميزان مراجعة وقائمة الأرباح والخسائر والميزانية العمومية من أجل أن تتم مطابقتها بعد عملية الإقفال السنوي. شكرا.